مريتي يا مريتي، قولي لي مين أنا؟ المرأة ذات الإعاقة وتكوين الصورة الذاتية. من بعد ما تعرفنا على سارة، دينا وأمل، ومن بعد ما تحدثنا عن أهمية العلاقات بالحياة وتأثيرها على مدى سعادتنا ونجاحنا، وعن الطاقة وكيفية بناء أمل فاعل تغذي الطاقة ويطلقها، صار الوقت ننطلق لنعالج سوا المحور الأول من برنامجنا تحت عنوان العلاقة مع الذات. بيتخللها عدة مواضيع، هي مفهوم الذات، تقدير الذات، العلاقة الصحية بالذات، الصورة الذاتية والعلاقة مع الجسد، والانتقال من دور الضحية إلى دور القبطان. بالعودة للمحور الأول من العلاقة مع الذات، هو مفهوم الذات واللي رح نتناوله اليوم، أي كيف تتكون هوية الإنسان وخصوصيات تكوين هوية المرأة ذات الإعاقة وتأثيرها على علاقتها وتقديرها لذاتها وانعكاس هالأمر على صورتها الجسدية وعلاقتها بجسدها. وبضم 4 أبعاد. الأول هو الهوية الذاتية، وممكن تعريف الهوية الشخصية على إن الوعي الناتج عن تجربة شخصية تسمح لنا نشعر بفرديتنا اللي بتميزنا عن الآخرين. البعد الثاني هو تقدير الذات، واللي هو شعور الداخلي بإني إنسان بيستاهل إنه ينحب وإله قيمة وقادر يأثر بدوره على مفاهيم أخرى كالثقة في النفس، أي شعوري إني إنسان متمكن وبملك المهارات والقدرة على تحقيق الأمور اللي بدي إياها. والبعد الثالث هو الصورة الذاتية، أي تصور الخاص لنظرة الآخر إلي، لأي درجة بتأثر بهالشيء إيجابياً وسلبياً. أما البعد الرابع فهو مفهوم الصورة الجسدية، أي نظرتي وحكمي الشخصي على جسدي ومظهري ومدى تقبلي إله. إذن مفهوم الذات بجوانبه الأربعة بيجيب على سؤال بيطرحه كل إنسان بخلال مراحل العمرية المختلفة: مين أنا؟ كامرأة هل أنا محبوبة؟ هل بحق لي حدد خياراتي بالحياة ضمن إطار بأمن لي الحرية والحماية؟ مثلاً شفتوا طفل تحت عمر السنتين بينظر لحاله بالمراية وبيتصرف كأنه في طفل آخر معه؟ السبب هو حاجة الإنسان لوقت ليوعى بوجوده كشخص مستقل مميز مختلف عن أهله، خاصة عن أمه اللي هي غالباً الشخص الأساسي اللي بيعتني بالطفل بحاجاته اليومية. هالأسئلة الجوهرية بتحدد هويتنا وبتسمح لنا نوعى لوجودنا كشخص مستقل، وبيتم الإجابة عنا على مراحل مختلفة من خلال مراية أساسية، هي مراية الأهل اللي بننظر لها بالحياة مثل ما نظرت الساحرة بقصة سنو وايت للمراية واتطمنت على جمالها. نحن بننظر بنفس الطريقة، ولكن مرايتنا هي أهلنا، ومن خلالها منقول مرايتي يا مرايتي قولي لي مين أنا، بمعنى إنه للأهل دور بتحديد هويتنا ونظرتنا لذاتنا. لنفهم أكثر هالأسئلة عن العلاقة مع الذات وصورتنا بمراية أهلنا رح نستعين بقصة صديقتنا سارة واللي سبق وتعرفنا عليها، ونرجع نترافق معها ومع أهلها من ولادتها لنكتشف كيف تفاعلوا الأهل مع واقع إعاقتها. وما تنسوا إنه سارة شخصية وهمية مستوحاة من عدد من القصص والاختبارات، بوقت قصة كل واحدة منا شخصية مميزة تختلف مع طبيعة إعاقتها، العمر اللي حدثت فيه الإعاقة، الموارد المتواجدة بجماعاتنا، وعوامل أخرى. ممكن خلال سماعكم قصة سارة إنه تلاقوا جوانب بتلاقي صدى بحياتكم واختباراتكم الشخصية. لهالسبب ممكن تتماهوا مع جوانب من شخصيتها أو تنزعجوا من تجارب مرت فيها بتعكس خبرات مؤلمة مريتوا فيها بدوركم. وهون أنا بتمنى تستقبلوا الانزعاج بقلب رحب وبنظرة تعاطف مع نفسكم، ليكون هالاختبار فرصة للنمو والتحول من خلال الخطوة الأولى للتحول وهي الوعي الذاتي. سارة هي الطفل البكر لزياد وليلى، متزوجين عن عمر كبير نسبياً. ولادة سارة كانت مصدر سعادة للأهل إلى أن بلغت عمر السنتين حيث أصيبت بشلل الأطفال. ردة الفعل الأولى من الأهل كانت الرفض، فعند إصابتها اعتقد أهلها أنه الأطباء مخطئين، مش صح، سارة مش مشلولة، هن مش شاطرين، وصاروا ينتقلوا من الحكيم لحكيم على أمل أنه يلاقوا طبيب شاطر. هيدا الرفض بلش يترك أثاره النفسية على هوية سارة كشخص مختلف عن الآخرين. فلنسمي هالمرحلة الأولى
مرحلة نكران الإعاقة. بمرحلة تانية أصبحت الإعاقة أمر واقع بحياة ليلى وزياد، متصلة بنظرتهم لسارة اللي صارت شخص غير قادر على النمو والاندماج بالمجتمع وبناء علاقات إنسانية. حاول الوالد نتيجة هالأمر أنه يقنع الوالدة بوضع سارة بمؤسسة خاصة، ما عاد يشوف بسارة غير إعاقتها وكأنها ما عندها قدرات أو إمكانيات أو مواهب مثل باقي الأطفال. ممكن نطلق على هالمرحلة اسم اختزال الطفل بإعاقته. بالمرحلة الثالثة منتابع قصة سارة مع الوالدة اللي عاشت حالة من الانقسام الداخلي بين نكران إعاقة سارة وتقبلها. صارت عايشة شيء من الانقسام الداخلي، صح بنتي عندها إعاقة بس بتضلها بنتي، على كل حال بالنسبة إلي ما عندها إعاقة، وأنا أكيد إنه حبي إلها بخليها تكبر وتنمى كأنه ما صار شيء، وقريباً ننسى إعاقتها. وهالأمر كلفها قطع الكثير من العلاقات مع القرايب اللي بينظروا لها نظرة شفقة. بهالموقف كانت الوالدة عم بتقوم بالخطوة الأولى لقبول واقع سارة، ولو إنه هالخطوة غير كافية لسارة لتقبل نفسها بكامل هويتها. وهالمرحلة الثالثة رح تحمل اسم فصل عالم الطفل عن إعاقته. ومنتابع بقصة سارة حيث تطور عند الوالدة شعور بالذنب، معتبرة ولادة سارة نوع من العقاب. أكيد ربنا عم بيقاصصني على خطأ ارتكبته، أكيد أنا غلطانة لأجتني هالضربة. وبعد فترة ولدت رانيا شقيقة سارة، وكانوا أهلها معتبرين إنها قادرة على تدبير أمورها وإنه ما رح تسبب لهم أي تعب أو مشاكل. بس رانيا بحكم جو البيت عاشت شعور من الذنب، وكانت تنظر لسارة على إنها شخص بحاجة للمساعدة دايماً وكأنها عبء دائم. الأمر اللي أثر سلباً على علاقتها بشقيقتها. هالمرحلة الرابعة رح تحمل عنوان مرحلة التضحية المفرطة الملونة بالذنب. إذن النكران، الاختزال، الفصل والتضحية هي المراحل الأربعة اللي غالباً بيختبروهن أهل الطفل ذات الإعاقة قبل الوصول لقبول طفلهم بهويته الكاملة. من بعد ما تحدثنا على الأهل حان الوقت نعرف كيف عاشت سارة مراحل نموة بظل الأزمات الداخلية اللي مروا فيها الأهل. كلنا بنعرف أن الطفل بيمر بعدة مراحل وبيتخطاها بمستوى متفاوت من النجاح بناءً على معطيات عديدة، وصولاً لتكوين شخصيته الخاصة واستقلاليته، وخاصة إذا كان طفل عنده إعاقة. لهالسبب رح نستعرض الحالات يلي مرقت فيها سارة بمختلف مراحلها العمرية، من عمر سنة لثلاث سنين. بهذا العمر وخاصة على عمر السنة بيطور الطفل استقلاليته من خلال اكتساب قدرات النظافة، المشي والكلام، ولكن الطفل ذات الإعاقة ما بيملك نفس الوسائل اللي بيملكها غيره من الأطفال. لهالسبب من هالعمر المبكر بيبدأ الناس ينظروا لسارة كشخص مختلف، كشخص تظهر عليه الإعاقة، بيبتعدوا عنها لهالسبب. أما على عمر السنتين وهو سن المعارضة أو المراهقة الأولى، سارة ككل الأطفال تعلمت تقول لا، بحين أهلها كانوا خافوا عليها وحيطوها، الأمر اللي شكل صعوبة لسارة باختبار الحياة وبناء معالم حدودها الشخصية. بعمر 3 سنين بدأت سارة توعى أنها فتاة وتنظر لأمها لتتعلم منها الأنوثة، وتنظر لبيها كأنه فارس أحلامها. فكيف ممكن لسارة مثلا تجرب سكربينة أمها إذا مش قادرة تمشي؟ وكيف فيها تبني استقلاليتها إذا بعد هي بحاجة أنه أهلها يساعدوها بحاجاتها الأساسية والحميمية، على عكس شقيقتها رانيا؟ من عمر 6 سنين لعمر المراهقة، بهالعمر حان الوقت أنه تدخل سارة على المدرسة، ولكن بما أنه بتعيش بالريف جعل وسائل المساعدة الاجتماعية شبه معدومة، وزاد الضغط على الأهل يلي أصبحوا مرهقين، وأثرت حالة سارة على علاقتهم حتى أنه كان ممكن يوصل للطلاق، وهالشي ولد عند سارة شعور بالذنب بسبب حالة أهلها. بعد فترة وجيزة وجد الوالد بيروت مؤسسة خاصة مناسبة لسارة نظراً لعدم وجود مدرسة دامجة بتستطيع استقبالها، الأمر يلي فرض إقامة سارة ببيروت خلال أيام الأسبوع، فشعرت كأنه أهلها تخلوا عنها. عمر المراهقة، مع وصول عمر المراهقة واكتشافها لأنوثتها بشكل أكبر، لاحظت سارة أن الأقارب بيمدحوا جمال أنوثة شقيقتها رانيا وبيتجنبوا الحديث معها بهالأمور كأنها إنسان ناقص، وكأنه الزواج والأمومة والحب أمور ما بتعنيها. شاركت سارة هواجسها مع أمها يلي دعمتها، ولكن نبهتها من خطورة التحرش والاستغلال من بعض الشباب وصعوبة الاتفاق بين الزوجين، وخاصة إذا كان أحدهم عنده إعاقة. بهالإطار عاشت سارة صراع بهالمرحلة، إذا صحيح الصبية ذات الإعاقة هي غير جذابة وبالتالي عندها نقص بأنوثتها، فما هو السبب للتعرض للتحرش؟
إذن هناك تناقض مجتمع بينكر هوية الجنسية من جهة وبينظر لها كشيء ممكن الاستفادة منه واستغلاله. مع هالتساؤلات كبرت سارة وأنهت فترة الدراسة بالمؤسسة، وما قدرت بسبب إعاقتها إيجاد عمل ببيروت أو منزل للإيجار، فوافقت مجبرة العودة إلى منزل أهلها بالريف حيث تعلمت مهنة الحياكة اللي ما أملت للمدخول الكافي، وبقت بحاجة لبعض المساعدة من أهلها. إذا من خلال هالمراحل العمرية الثلاثة اللي استعرضناها كونت سارة صورتها الذاتية من خلال كل التجارب اللي مرت فيهم، ومن خلال مرآة أهلها يلي يمكن عكست ببعض الأحيان صورة مشوهة عنها، بنتها سارة وصاروا إجابات أهلها كأنه هن إجاباتها الداخلية عن نفسها، وكأنه القمع الخارجي تحول لقمع داخلي بيصعب على سارة أن تتخلص منه أو تتخطى. وقبل الختام بيجدر السؤال، هل صحيح أنه أهل سارة هن المرآة الوحيدة المؤثرة؟ بالطبع لا، فمن خلال خلق إطار وثقافة محددة العامل الجماعي والاجتماعي بيلعب بدوره بطريقة سلبية أو إيجابية مع تكوين هويتنا ومعتقداتنا عن ذاتنا. بإطار الإعاقة هالثقافات الجماعية ملخصة بعدة نماذج تختصر طريقة تصرف أفراد المجتمع مع الأشخاص ذوات الإعاقة، أبرزها أربعة. أولاً النموذج الخيري بيميل إلى عرض أشخاص ذوي الإعاقة كضحايا بحاجة لشفقة ورعاية. ثانياً النموذج الطبي يرى الإعاقة كحالة صحية وضعف موجود يجب تشخيصه وعلاجه طبياً. ثالثاً النموذج الاجتماعي بيعتبر أن المشكلة تكمن بالمجتمع يلي بيخلق الحواجز الاجتماعية أو المؤسسية، وبيستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة عن الشؤون الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية. رابعاً النموذج الحقوقي، وهو النموذج يلي بنطمح بالانتماء له، وهو قائم على الحقوق وبيستند على النموذج الاجتماعي وبيضيف عليه ضرورة الإنصاف، أي إشراك جميع الناس باختلافهم وخصوصياتهم داخل المجتمع، كما أنه يقوم على مبدأ أنه حقوق الإنسان لجميع البشر وبالمساواة. من بعد عرض النماذج الأربعة بدعيك لتعمق أكثر فيها وتقييمها من خلال دراسة موجودة بالملحق. بما أنه تحدثنا اليوم عن الأهل، فبهمني وضح أنه الهدف مش تحميلهم ذنب إضافي لأنه تصرفوا مثل ما بيعرفوا بظروف ما كانوا متحضرين لإلها، وببيئة ما بتقدم دايماً الدعم المناسب، يمكن نجحوا فيها ويمكن أخفقوا. هدفنا اليوم هو أنه ترفض تكوني بموقع الضحية. دعوتي إليك أنك تتصالحي مع الماضي وتنطلق إلى تكتبي فصول جديدة بحياتك من تأليفك أنت هالمرة. بالختام الإعاقة ما بتحدد هوية المرأة، الأحلام والرغبات والطاقة هن اللي بيحددوا هوية المرأة. بدعيك ما تختزلي نفسك بالإعاقة يلي هي جزء بسيط من هويتك، بل انطلقي صوب الأحلام وكيفية تحقيقها.